منذ زمن عندما كنت في فترة المراهقة حدث بيني وبين شخص مشاجرة. المهم عندما هربت أقسمت أن أقوم بضربه بهذه العبارة: الله لا يدخلني الجنة إذا ما ضربته. وكنت في حالة غضب كبير، ولكن بعد أن هداني الله عز وجل تبت من ذلك وأصبحت أرى ذلك الرجل وأسلم عليه دون أن أقول له شيء أو أن أقوم بضربه. سؤالي: ماذا علي بعد هذا؟ هل علي كفارة؟ ليس عليك كفارة، لأن هذه اللفظة ليست يمينا، وهي قولك الله يدخلني النار إذا لم أضربه، هذا ليس بقسم. وما ذكرته من أنك تركت هذا الشيء ولم تنفذه فهذا يرجى لك فيه الأجر، أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالحمد لله الذي وفقك لترك تنفيذ الغضب، ووفقك للسلام على أخيك ومواردة أخيك وحسن تعامل معه، وهذا شأن المؤمن. نعم.